الوقت الحالي نلاحظ أنها فترة نقلة من الورقية إلى التكنولوجيا، وهذه النقلة تحتاج إلى وقت، لكن هناك طرق ممكن من خلالها دفع المعلمات أو المدرسات وحتى المدرسين بشكل عام لاستخدام شبكة المعرفة، منها أن التعميم لا يصدر ورقيا إنما يوضع على شبكة المعرفة. كذلك بالنسبة للاستبيانات لا يمكن تعبئتها بشكل ورقي إنما عن طريق الكينت. أما بالنسبة لأولياء الأمور ففائدة شبكة المعرفة كبيرة بالنسبة لهم، حيث أننا قمنا بالاجتماع بأولياء الأمور وعرفناهم عن كيفية استخدام شبكة المعرفة وما لها من فائدة عليهم. أصبح ولي الأمر لا يحتاج أن يترك عمله يستأذن ليسأل عن ابنته أو ابنه، إنما فقط لديه باسورد يستطيع الدخول على الشبكة ويعرف كل ما يريد معرفته أو كل ما يخص ابنه ومدرسته. الواجبات المدرسية ممكن متابعتها مع الطلاب عن طريق الشبكة، الحضور، هناك اختبارات أونلاين، أشياء كثيرة أصبح أو يستطيع ولي الأمر أن يفعلها وهو جالس في بيته. كذلك الطالب الذي يتعرض لظرف ما، سبحان الله، يعني مرض أو ظرف معين، يستطيع أن يغطي هذه الأيام من خلال متابعته للشبكة، متابعة دروسه، واجباته، أيضا التواصل مع المدرسين، مع زملاء الطلاب الآخرين عن طريق الشبكة. ففعلا هذه طفرة وتقدم نطمح إليه منذ زمن، والحمد لله أننا أصبح هذا الشيء في متناول أيدينا. أحب وشي أذكر فوائد الكينت على الطالب في حياته اليومية. أولا وأخيرا هي طريقة وعمل تشويقي للطالب يخرجه من الروتين اليومي الذي يساعد على استيعاب بكمية أكبر ودخول المعلومات بشكل أسهل. وثانيا هي طريقة للتواصل بين الطلاب مع بعضهم البعض ومع الأساتذة، سواء في أيام العمل المدرسي أو حتى في أيام الإجازات، فمن الممكن للطالب أن يتواصل مع الأستاذ إن حل في وقع في مشكلة أو لم يستطع فهم الدرس بشكل جيد. وهناك أيضا فائدة للكينت وهي العمل الواجبات سواء في المدرسة أو في المنزل والقيام بها، أو حتى الحصول على بعض المصادر التي يمكن له زيادة معرفته بهذه المادة سواء أيضا في المنزل أو في البيت، وهي أيضا أداة يمكن استخدامها في أي مكان يمكن الحصول على الإنترنت والإرسال فيه. تمكن أولياء الأمور في حالة غياب الطالب عن المدرسة أن يتمكن ولي الأمر من التعرف على واجبات ابنه داخل المدرسة، أو أن يتابع إذا كان هناك اختبارات فلا يتأخر ولا يؤثر على مستوى ابنه في المدرسة. تسهل شبكة الكينت لولي الأمر التواصل مع إدارة المدرسة فيتعرف على نسبة غياب وحضور ابنته داخل المدرسة، وبالتالي يكون هناك تواصل مباشر بين الإدارة وبين ولي الأمر. I would like to talk about KNET. It's very good to do exams. By using KNET, you can do your exam and get your mark in the same time, in the same minute. And it's easy to communicate between students and teachers and to ask them and to get information. And it talks about a lot of activities in schools, like English activities and chemistry and physics and Islamic and other subjects. It's a very good, KNET is a very good website to get information by activities and doing your exams and to get easily to communicate between students and teachers. أنه يوجد تكنولوجيا في الحصة، أنها تزيد من المتعة، ويوجد ثقافات ومعلومات في الحصة، أن نحل الامتحانات على شبكة المعرفة وهذه طريقة جديدة، وأن نعرف العلامات مباشرة بعد الامتحان.
تساعدنا على حل الواجبات واحنا في المنزل وارسالها للمعلمه مباشره. اتواصل مع اصدقائي بسهوله لانها حقا شبكه امنه ويتضمن الاهالي علينا بسهوله، وان بامكاني ان ارسل رسائل الى معلماتي ان كنت لا افهم نقطه في الدرس وترسل لي الاجابه. It's a great link between all the community, between the teacher and another teacher in another school, between the student and his teacher, between the parents and the school. So it's a very good link among all people. Also, when I talk about learning resources, it saves the teacher's time and effort, because once I design any activity, I can exchange it and give it to one of my colleagues in another school. So this can save his time, and it can save my time as well. The teacher can look for the resources that he wants, and the student as well can browse the internet or browse this encyclopedia to find what he wants and what he studies. Can it really, if we use it well, and if we are serious using it, it's a very good step towards the education reform that we are doing nowadays. أنا أشكر كل من يقوم على هذه تغذية هذه الشبكة ومتابعتها، وأشكر كل الذين يعملون عليها، لأنها فعلا أصبحت حلقة وصل بين المدرسة والطالب وولي الأمر والمدرس، في كأنها حلقة تدور في خدمة المتعلم والتعليم بشكل عام.